باشا انا وخالد ورايحين نعمل شوبينج مع بعض، والحقيقه صحبته حلوه، فبقول له الله يا خالد الستاير دي حلوه، انا عايز اجدد ستاير البيت عندي. فقال لي اه دي جميله جدا. قلت له بس لسه بقى هنشحن وهنعمل وبتاع. ايه نشحن ايه؟ انا جاي بطولي والمساعد بتاعي جاي بطوله، هات الستاير وانا شربهم لك. فقلت له يا راجل ما يصحش بقى. قال لي ما يصحش ايه ده احنا اخوات، انت بتتكلم في ايه؟ ده انت بتؤمرني. طب يعني اشتري الستاير؟ قال لي اه. فعلا اشتريت الستاير وجبنا الستاير وقعدنا الليل كله نطبق في الستاير ونحطها في الشنط، واحنا سعداء جدا وصلنا لغايه البيت. النهارده انا بعتبر ان الستاير دي حاجه من ريحه خالد بالنسبه لي موجوده في بيتي، لازم اولاده ومراته يعرفوا ان هذا الرجل عظيم بجد عظيم، ولازم تفخروا انكم اولاد خالد صالح زي ما انا بفخر ان انا